السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. علق الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم السبت على تقارب زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون نور المالكي، مؤكدا أن ذلك يصب بمصلحة التحالف الثلاثي. وقال عضو الحزب وفاء محمد أن التقارب بين الإطار والتيار يصب بمصلحة التحالف الثلاثي، والذي سيمكنه من الدخول لجسد انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، وهو ما سيجبر الاتحاد الوطني الكردستاني على الرضوخ لمقترحات مسعود بارزاني، والتي تقضي بسحب دعم الاتحاد لبرهم صالح وترشيح شخصية توافقية لمنصب الرئيس وتنازل عن جميع المناصب السيادية الأخرى لصالح الديمقراطي الكردستاني. وأضاف محمد أن الاتصال بين زعيمي التيار الصدري ودولة القانون جاء بعد مبادرة بارزاني التي أطلقها في 30 من كانون الثاني الماضي، والتي تأخر تنفيذها بسبب كثرة الطعون والشكاوى التي رافقت العملية السياسية بالفترة الماضية. وتابع أن العملية السياسية انتهى الانسداد فيها، وستمضي بحسب آخر المعطيات انفراج سياسي يمكن الطيف السياسي من الوفاق الوطني بالمضي سريعا باختيار رئيس الجمهورية والوزراء.